بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي مع نص جديد من نصوص اللغة العربية للشاعر الدكتور يوسف خليف بعنوان سيناء أرض الفيروز. طبعا يا شباب، النص ده بيتكلم عن عودة سيناء إلى مصرنا الحبيبة مرة أخرى بعدما أن كانت محتلة من العدو الصهيوني. والشاعر بيبين في هذا النص أول حاجة طبعا بيصف سيناء بعدة أوصاف جميلة، ثم يبين الشاعر مدى فرحة المصريين بعودة سيناء ومظاهر الاحتفال الكبير بعودة هذه الأرض المقدسة سيناء الحبيبة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين. فكلمة سينين هي سيناء. تعالوا كده نقرأ النص مع بعضنا ونحلله تحليلا لغويا، وبعد كده نشرح ونشوف الجماليات. أول بيتين بيقول لي: سيناء عروس بدوية، سيناء خيول عربية، سيناء حمامات بيض وسنابل قمح ذهبية. طبعا اللغويات اللي في البيتين دول: عروس، وهي الفتاة، فتاة ليلة عرسها، الفتاة الجميلة ليلة عرسها، جمع عروس عرائس. بدوية اللي هي تعيش في البادية اللي هي في الصحراء، ومضادها حضرية، جمع بدوية بدويات. سيناء حمامات بيض، كلمة بيض مفردها أبيض، وسنابل قمح ذهبية، سنابل مفردها سنبلة. طبعا شرح البيتين دول: يتحدث الشاعر عن جمال سيناء أنها مثل الفتاة المتزينة ليلة عرسها، وأنها مثل الخيول العربية الأصيلة، ومثل الحمام الأبيض الذي يرمز للسلام، ومثل سنابل القمح التي تظهر باللون الذهبي الجميل. مواطن الجمال: سيناء عروس بدوية، تعبير جميل يشبه الشاعر سيناء بالفتاة الجميلة ليلة عرسها. سيناء خيول عربية، تعبير جميل يصور سيناء بالخيول العربية الأصيلة مما يدل على أصالتها وعراقتها. سيناء حمامات بيض، تعبير جميل يصور سيناء بالحمام الأبيض الذي يرمز للسلام. سيناء سنابل قمح ذهبية، تعبير جميل يصور سيناء بالسنابل الذهبية مما يدل على الخير الوفير فيها. البيتين اللي بعد كده: وجداول من عطر رقراق فوق ضفاف وردية، سيناء مناجم فيروز وكنوز عقيق سحرية. اللغويات: جداول مفردها جدول، وهو مجرى الماء الصغير، مجرى الماء الصغير اللي هو عكس النهر الكبير، لا ده بيكون مجرى مائي صغير. عطر اللي هي الرائحة الطيبة، جمع عطر عطور وأعطار. رقراق يعني متلألئ. ضفاف مفردها ضفة. فيروز اللي هو حجر كريم لونه أخضر. عقيق حجر كريم أيضا ولكن لونه أحمر. مفرد عقيق عقيقة، وجمعها أعقة. سحرية يعني جذابة وخلابة وفاتنة، مضادها منفرة. شرح البيتين دول: يتحدث الشاعر عن مظاهر سيناء الجميلة الجذابة، ومنها جداول الماء اللامعة المتلألئة المتزينة بالورد ذات الرائحة العطرة، وأنها مليئة بالخيرات الوفيرة مثل مناجم الفيروز والعقيق. مواطن الجمال: وجداول من عطر رقراق، تعبير جميل صور سيناء بجداول مياه، تعبير جميل صور سيناء بجداول مياه لامعة متلألئة. سيناء مناجم فيروز، تعبير جميل أيضا صور فيه سيناء بمناجم الفيروز مما يدل على الخير الوفير فيها. وكنوز عقيق، تعبير جميل أيضا يدل على خيرات سيناء الوفيرة. سيناء تميمة وادي النيل تعود إلى صدر الوادي، سيناء تعود وساق النور يصب كؤوس الأضواء. لغويات هذين البيتين: تميمة اللي هي ما يتبرك به أو ما يتبرك به الإنسان، جمع تميمة تمائم، يعني يا مستر مش فاهم التميمة دي، كانوا قديما يضعونها ويعلقونها على صدر الطفل الصغير اعتقادا منهم أنها ستدفع العين والحسد عنه. طبعا ده شباب هذا حرام لا يجوز، وهو شرك بالله عز وجل، لأن الذي يحفظ الله هو الله عز وجل، وأن الذي يدفع الضر عن الإنسان هو
هو الله وحده سبحانه وتعالى. يبقى التميمة دي هي كانت أشياء مقدسة عند المصريين قديما، وهي طبعا مخالفة لشريعة الإسلام عشان بس عارفين، ولكن هنتعامل مع النص زي ما هو. يبقى التميمة كان شيء مقدس عند المصريين، وطبعا هو ما يعلق على الصدر لدفع العين، أو ما يتبرك به الإنسان. وجمعها تمائم. وادي النيل طبعا المقصود به مصر، جمع وادي وديان وأودية. صدر الوادي اللي هو حضن مصر، صدر الوادي اللي هو شباب حضن مصر. الشرح بتاع الاثنين دول، طبعا سيناء هي البوابة الشرقية لمصر، وقد عادت إلى حضن أمها مصر بعد تحريرها من دنس الأعداء، وشبه هنا بالتميمة، وهو الشيء المقدس الذي كان يقدسه المصريون قديما. مواطن الجمال، سيناء تميمة وادي النيل تعبير جميل يصور سيناء بقلادة يتبرك بها، القلادة اللي هي ما يعلق على الصدر، يعلق في الرقبة ويكون على الصدر. تعود إلى الوادي تعبير جميل صور سيناء بطفلة تعود إلى حضن أمها بعد غياب طويل. ساق النور يصور النور بشراب يسقى. وحمام أبيض مثل النور يرفرف بين الأحياء، وغصون من شجر الزيتون تغطي وجه الصحراء، وطيور خضر فوق الأفق تحيي ذكر الشهداء، وغناء فوق شفاه الحور يحيي أغلى الأسماء. طبعا لغويات الأبيات دي، يرفرف معناها يتحرك، شفاه مفردها شفا، الأفق منتهى امتداد البصر، وجمعها آفاق، غصون مفردها غصن أو غصن وهو فرع الشجرة، الحور اللي هم النساء الجميلات مفردها حوراء وهي ذات العيون الجميلة. شرح الأبيات دي، الشاعر يرسم صورة لسيناء متعددة الألوان من الحمام الأبيض وغصون الزيتون والطيور الخضراء كتحية عطرة لذكرى من ضحوا بأرواحهم في سبيلها في غناء عذب شجي تشدو به أجمل الفتيات من أجمل الأسماء، أو لتحيي أجمل الأسماء عندهم، وهو سيناء العزيزة على قلوبهم. مواطن الجمال، حمام أبيض مثل النور، طبعا تعبير جميل يشبه الشاعر الحمام الأبيض بالنور. وجه الصحراء، طبعا الصحراء ملهاش وجه، يبقى تعبير جميل يصور الصحراء بإنسان له وجه. طيور خضر تحيي ذكرى الشهداء، تعبير جميل يصور الطيور بأشخاص تحيي ذكرى الشهداء. أغلى الأسماء، تعبير جميل يدل على علو مكانة سيناء عند المصريين، فهي من أغلى الأسماء عندهم. وبكده يا شباب نكون خلصنا درسنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.